بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم على محمد محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في هذه الأيام نعيش الذكرى الأليمة لهدم قبور الأئمة المعصومين في البقيع الغرقت. الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. كل واحد من هؤلاء الأئمة يمثل مجموعة من القيم السامية الرفيعة. الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عندما يلاحظه يرى أنه رجل جهاد وعلم وأخلاق ومعرفة وعدم رضوخ للظالم. القيم كلها اجتمعت في هذا الامام العظيم فقط عندما يلاحظ الانسان الامام السجاد من ناحيه ادعيته الصحيفه السجاديه المباركه مليئه بالقيم الاخلاقيه والقيم الدينيه والمعارف العاليه جدا عندما يخاطب الشخص شخصا اخر يتكلم بمستوى ذلك المستمع عندما تخاطب رجلا كبيرا تتكلم بمستوى فهمه وعندما تخاطب طفلا صغيرا تتكلم بمستوى فهمه خطب امير المؤمنين سلام الله عليه لاحظوا نهج البلاغه معاني رفيعه جدا إلا أن أمير المؤمنين كان يتكلم حسب فهم أهل زمانه، ولكن الإمام عندما يريد أن يدعو الله عز وجل، يتكلم بسعة نفسه، لأن الله عز وجل عندما يريد أن يخاطبه الإنسان، يخاطبه بكل ما له من وجود بكل ما يشعر بكل ما يحس يحسه هكذا فالإمام زين العابدين عندما يدعو هذا خطاب موجه لله عز وجل فيتكلم بكل سعته صحيح هذه الأدعية أيضا تعليم لنا ففيها جانب من التعليم ولكن المعاني الرفيعة المعارف الواسعة يذكرها الإمام سلام الله عليه في طي هذه الأدعية إحدى الأدعية المهمة جدا للإمام السجاد -سلام الله عليه- دعاء مكارم الأخلاق، الأخلاق هي النصف الممتلئ من الكأس، من تحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق أظهر الوجه المشرق لنفسه لدى الآخرين الأخلاق الحسنة تسمو بصاحبه إلى في رواية لطيفة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو لم يكن النار والعقاب ولم تكن الجنة والثواب على الإنسان أن يتحلى بمكارم الأخلاق فإنها سبيل النجاح خل نترك الآخرة انتم لاحظوا في الدنيا رئيس إدارة دائرة أبو البيت، أم البيت، أي واحد في المجتمع اللي يتحلى بالصفات الحسنة وبالأخلاق الرفيعة يجتذب الناس حوله، يستمعون إليه، يؤثر في الآخرين، أما صاحب الأخلاق السيئة هذا يسبب نفور الناس عنه. يسبب فرار الآخرين عنه إذا هم مضطر أن يعمل معه فيعمل على غضب يعمل على من غير رغبة من في العمل معه لذلك تشوفون حتى في المحلات اللي تبيع الأغراض والأجناس البايع اللي حسن الخلق يجتمع الناس حوله البايع اللي سيء الخلق حتى ولو يبيع أرخص ولكن ترى ان محله فاضل من الناس، لماذا؟ لان هذه الاخلاق الحسنه لها قوه الجذب. الامام زين العابدين عليه افضل الصلاه وازكى السلام يقول مخاطبا رب العزه: وهب لي معالي الاخلاق. هنا محاور من البحث. المحور الاول الإمام يطلب من الله يرفع يديه نحو الله ويقول هب لي. ما معنى كلمة هب؟ هناك صفات لتوضيح هذه الكلمة في الإنسان قد تكون زائلة يعني عدة إنسان يتخلى بصفة ولكنها قد تزول تأتي وتذهب ولكن بعض الصفات قد تصبح متجذرة في الإنسان تصبح لدى الإنسان ملكة لتلك الصفة ما الفرق بين العدالة وغير العدالة؟ العدالة يعني وجود ملكة في الإنسان تمنعه عن الذنب أي واحد ما موجود هنا هو مرتاح يمكن له ان يذنب او لا يذنب. هنا ترى ان تلك الرادع الداخلي المسمى بالملكه يعمل يقول له صحيح هنا انا اي واحد ما موجود ولكن لا تاكل مال اليتيم. لا تفعل المحرم. هذا هو الرادع الداخلي. الملكه تمنع الانسان يعني صفه صفه العداله، صفه الخوف من الله متجذره في داخله. ولكن قد ترى لا هذا يرتدع عن الحرام امام الاخرين ولكنه لو خلي ونفسه هذا يرتكب الحرام، هذا ما عنده تلك الملكه فاقد لها، طبيعه الانسان الله عز وجل جعل طبيعه الانسان انه يتعود على ما عود به نفسه هكذا انتم لاحظوا اللي يقوم مثلا لصلاة الليل يتعود بعد فترة هذا طبيعيا الساعة الداخلية تكوك وترن في وقت صلاة الليل اللي عنده عمل الصبح مثلا الساعة سبعة الصبح هذا تشوفه هو قبل السبعة يستيقظ تعود تعود بدنه على هذا أما اللي ينام إلى الظهر فدائما هو معود نفسه على هذا النوم يقدر يغير نفسه إذا شهر شهريا التزم بعدم النوم بعد الساعه السابعه تشوفه راح يتعود ايضا، هذه سنه البدن، الله جعل هذا السنه في بدن الانسان، التعود على ما عود به نفسه. الملكات هكذا في الروايه ان لم تكن حليما فتحلم، انت ما عندك ملكه الحلم. اي واحد اللي ياذيك تغضب عليه تخرج عن طورك مثلا. الرواية تقول فتحلم يعني أظهر من نفسك مرة مرتين عشرين مرة عندما تغضب أمسك أمام نفسك والكاظمين الغيظ تتعود على هذه الصفة صفة الحلم تصبح صفة الحلم ملكة في نفسك إذن بعض الصفات زائلة وبعض الصفات راسخة تبقى الامام السجاد سلام الله عليه يخاطب الله عز وجل ويقول: هب مو اعط، اعط قد تكون عاريه، واحد يستعير بضاعه، يستعير ذهب، يستعير كتاب وبعدين لازم يرجعه هذا ملك يزول او امانه تخرج من يده عاريه صحيح؟ الإمام لا يقول أعط لي مكارم الأخلاق، هب لي هب الهدية توجب الملكية الدائمة لدى الإنسان. واحد لما يهب شيئا للآخر ذلك الرجل يملك هذه الهدية وهذه الهدية وهذا الملك لا يخرج من يده إلا بمخرج هو اللي يبيع مثلا أو يهبه لآخر. فنقول يا رب هب لي يعني ملك دائم مود حاله زائله تزول ترجع وتاتي لا انا في يوم من الايام امسك اعصابي وفي اليوم الاخر اثور واخرج عن طوري لا اريد معالي الاخلاق ان تكون معي دائمه هذه الملاحظه الاولى في كلمه هب ملكيه دائمه اما اعطى لا يعطي ويسترجع انتهى الامد الملاحظه الثانيه في كلمه هب انها تحتاج الى ارضيه هل تهب العلف للدابه هذا هبه يعني واحد يجعل امام الدابه علف هذا مو هبه اعطاء اعطيت الدابه العلف مثلا اما الهبه يعني الطرف الاخر لازم يرضى يقبل القبول من ذوي العقل والشعور الهبه عقد تحتاج الى قبول اعطاء وقبول واهب ومتهب صحيح فهذا معناه انه احنا لازم نوجد الارضيه لوهب الله عز وجل فد واحد يجلس في بيته من الصبح لليل يرفع يديه الى السماء يتكلم بضراعه حقيقيه يا رب ارزقني مالا واسعا كثيرا الله يرزقه الله يقول له منك الحركه ومن البركه انت اعمل انت ابدا المشوار وانا ابارك لك هنا كذلك واحد يجلس في البيت هب لي معالي الاخلاق الهبه في داخل كلمه الهبه العقد، يعني انا لازم تكون عندي ارضيه قبول هذه الهبه الالهيه. لذلك في الايه المباركه: والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني هو يريد الهدايه. يذهب خلف الهدايه، الله يزيد عليه الهدى. الله جعل الكون كون الاسباب والمسببات. واحد ببلاش ما يحصل، صحيح هي الهبه تحصيل مجاني مو مثل البيع اللي تعطي اموال واستلم البضاعه. الهبه تحصيل مجاني هذا لا شك فيه، انا اطلب من الله كل ما يفيضه الانسان عن يفيضه الله على الانسان فهو من غير استحقاق للانسان، انا ما استحق، لا استحق الحياه ولا استحق المال، لا استحق اي شيء. كله فضل الهي عندما يعطيني الحياه، عندما يعطيني الولايه، ولايه اهل البيت سلام الله عليه هذا كله فضل الهي. لذلك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يمكن واحد يحصي نعم الله. لانه هو هذا شكر النعمه ايضا يحتاج الى شكر. يا رب انا اشكرك على هذه النعم. هذا ايضا يحتاج الى شكر لانه توفيق الهي ايضا. يعني واحد كل حياته يكرسه لشكر الله لا يتمكن ان يشكر الله حق الشكر. لماذا؟ لانه كل شيء من الله لا باستحقاق منا وانما بتفضل منه. هذا واضح هي كلمه الهبه هذا يعني اعطاء بدون مقابل ولكن ايضا في كلمه الهبه استحقاق من الطرف الاخر. لذلك الطرف الاخر اذا ما عنده عقل دابه بتقول وهبت الدابه العلف. اعطيتها العلف ماكو ارضيه، اذا صحيح الله يتفضل بدون مقابل ولكن بشرط وجود الارضيه لدينا بعباره علماء المنطق ملكه وعدم هل يقال للجدار انه اعمى؟ لا يقال للجدار انه اعمى، ليش؟ لانه ما في قابليه البصر الجدار ما عنده قابلية البصر فلا يطلق عليه الأعمى فهو ليس ببصير ولا بأعمى ولكن الإنسان اللي في قابلية البصر قد يكون بصيرا وقد يفقد البصر صحيح؟ فهذا وجود القابلية في الإنسان فالله عز وجل جعل في الإنسان قابلية قبول الهبة وجود الارضيه، بس الانسان هو لازم يسعى انه يكون موردا للهبه الالهيه او ليس موردا لهذه الهبه. على الانسان ان يهيئ المقدمات. اذا هيئ المقدمات الله يفيض عليه من نعمه ويفيض عليه بمعالي الاخلاق. اذا هذا المحور الاول في كلمه الهبه. المحور الثاني هب لي ماذا؟ مثل الإمام السجاد عندما يريد أن يطلب من مثل الله الكريم الذي لا تنفذ خزائنه شنو اللي يطلب؟ يطلب أهم شيء أنت إذا رحت إلى بيت كريم مثلا هذا الكريم يقول أي شيء اللي تريد مفتوح تطلب منه مثلا ألف ريال تطلب منه فقط دار أي شيء اللي تريد مفتوح ملك بيده مملكة عظيمة تطلب منه دار صغيرة خمسين متر مثلا هذا يدل على ضعف مستوى الإنسان الذي يطلب من الكريم شيء بسيط إذا تطلب من الكريم شيء قليل يعني أنت في شعر فارسي لطيف يقول إذا الفقير هو لا يطلب شيء بعد ما ذنب صاحب الدار الفقير لما يجي يدق الباب يقول اعطيني مثلا ريال واحد هو ده يطلب ريال فشنو ذنبي انا ما اطيله ريال اما اذا طلب ما اتمكن من ان ادفعه الله عز وجل بيده كل شيء ماذا يطلب الامام السجاد من الله عز وجل يقول وهب لي معالي الاخلاق. عجيبة هذه الكلمة. علماء الادب واللغة يقولون تسع تأكيدات لفظية ومعنوية موجودة في هذه الكلمة معالي الاخلاق. تارة الامام التأكيد الأول لاحظوا الإمام يقول وهب لي الخلق الحسن. هذا دعاء جيد. الخلق الحسن كثير مبتلى بالخلق السيء في بيته مع عائلته مع اهله في العمل فهذا دعاء مطلوب هب لي الخلق الحسن لا الامام يقول معالي شوفوا هذه الكلمه عالي الماده علو مو فقط الخلق الحسن أعلى ما يمكن أن يكون في شخص من الخلق الحسن ذاك هبلي يا رب علو فهذا كلمة العلو ومادة العلو التأكيد الثاني استعمل الإمام الجامع معالي مو وهب لي عالي الأخلاق معالي هو الجامع يدل على التأكيد ثالثا مصدر معالي من المعلى من المعلات المعلات مصدر هو المصدر يدل على التاكيد تارة تقول زيد عادل وتارة تقول زيد عدل يعني كل صفة العدل اجتمعت امير المؤمنين عادل لا امير المؤمنين عدل يعني هو العدل المجسم فاستعمال المصدر تاكيد وهذا مصدر ميمي مصدر بالميم معالي، هذا ايضا المصدر الميمي يدل على التاكيد. ومفرد المعالي معلات، التاء ايضا هذه تاء تدل على التاكيد. معالي الاخلاق، الجمع المضاف ايضا يدل على التاكيد. التاكيد السابع تقديم الوصف على الموصوف هذا ايضا مما يدل على التاكيد ما يقول الاخلاق العاليه يقول معالي الاخلاق هذا ايضا مما يدل على التاكيد هذه سبع تاكيدات المحور الثالث اللي يكون حول التاكيد الثامن كلمه معالي الامام ما قال محاسن الاخلاق، نشوفوا شلون في كلام الامام سلام الله عليه اكو اشارات واضحه واشارات لا يصل اليها الا المدقق. الامام عليه السلام قال: مكار وهب لي معالي الاخلاق، ما قال محاسن الاخلاق. الاخلاق الحسنه محاسن الأخلاق غير مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق. في رواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه، عن النبي صلى الله عليه واله يقول: إنما بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها. هذه الرواية تدل على نوع من الفرق، المكارم غير المحاسن. وابتدأ الإمام عن لسان رسول الله إنما ببعث بمكارم الأخلاق ومحاسنها ابتدأ بماذا بمكارم المعالي بمعنى المكارم كيف شنو الفرق الفرق اللي ذكرته أنا في الملكة وعدم الملكة محاسن الأخلاق يمكن يطابق غريزة الإنسان الانسان لما يسلم على شخص بادب يجيبه بادب، هذا موافق للغريزه اللي يتكلم معك بادب تجيبه بادب اللي يكون بشوش وبشاش في وجهك تكون بشاشا في وجهه صحيح؟ هذا ضمن المحاسن ولكن المحاسن لا تدل على رسوخ الحاله لدى الانسان، بعض الاحيان الانسان يصطنع الخلق الحسن لمصلحة يقال ان سيد راى امته وبيدها مسواك للسيد مجموعه فسالها وقال لها ما بيدك ما بيدك فقالت محاسنك يا سيدي شنو جمع مسواك؟ مساويك فهي ماذا قالت؟ لم تقل مساويك يا سيدي، مساويك له معنى اخر ايضا مشترك المعنى السلبي مساوئ يعني سيئات، فلم تقل له مساويك يا سيدي يعني سيئاتك، قالت محاسنك يا سيدي هذا شنو؟ هذا مو مكارم الاخلاق لباقه في البيان هذا يمكن يندرج تحت محاسن الاخلاق. الكلام انه هذا مو مهم جيد هذا جيد ولكن هذه لا تدل على وجود الملكه لدى الانسان اما مكارم الاخلاق يعني وجود تلك الملكه اللي حتى في حاله الشده تظهر نفسك بالاخلاق الحسنه حتى في حاله الشده اللي يسبك تسلم عليه اللي يظلمك تعفو عن هذه معنى المكارم خلاف الغريزة الإنسانية خلاف الغريزة الداخلية هذه مكارم في رواية لطيفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه صل من قطعك اللي يقطع الإنسان غريزة الإنسان ماذا تقول تقول اتهم اقطع عنه. ولكن الإمام الصادق يقول المتحلي بمكارم الأخلاق ماذا يصل من قطعه رأيت شاب فد مرة قال أنا فلان صاحب محل آخر مجاور لي أتى وظلمني في الكلام واشتد علي بلا حق منه أنا في هذا اليوم فكرت أنه صحيح هو الظالم بس أنا أروح وأتواصل معه أنا اللي أبدأ مع أنه ظالم ولا أحتاج إليه وأنه واحد يمكن يحتاج لآخر ما أحتاج إليه فذهبت إليه وقلت له أنت ظلمتني بس ليش ننقطع بس سيئة صدرت منك وأنا أعفوها عنك خلينا نتواصل معه نبقى كما كنا أصدقاء هكذا إذا عمل الإنسان حقيقة النزاع قد يكون صغيرا فيشتاد ويشتاد ويكبر ويكبر إلى أن يحصل الطلاق بين الرجل وزوجته من مشكلة صغيرة غالبا اما اذا عمل الانسان بوصايا اهل البيت يعني ربى في نفسه حاله العافو حاله التغابي تغابي يعني شنو يعني انا افهم شنو ده يقصد ذاك بس كاني لم اسمع اتى الى الامام الباقر وتجاسر على الامام الباقر سلام الله عليه وقال له انت كذا الامام قال بل انا باقر مرة ثانية قال أنت ابن الطباخة إهانة لأم الإمام قال الإمام ذلك مهنتها المرأة تطبخ هذا مو عيب هذه مهنة فجسارة أخرى للإمام فالإمام قال إن صدقت غفر الله لي وإن كذبت غفر الله لك هم دعا له فوقع على يد الإمام واستغفر الله من ذنبه وطلب المغفرة من الإمام هذه طريقة الإنسان في الارتباط مع الآخرين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: صل من قطعك، واعف عمن، واعط من حرمك. أنت تروح على شخص تطلب منه دين، يقول لك عندي وما أعطيك. تطلع بعد سنة ذاك يصير محتاج وأنت اللي بيدك المال، الدنيا دولة تفتر يأتي إليك. هل تقول له عندي وما أعطيك ضميتها إلى في نفسك لا رأسا تعطيه بدون أن تقول له ماذا فعلت بي قبل سنة أو قبل فترة وأعط من حرمك هذا مخالف للغريزة مخالف لشهوات الإنسان شهوة الغضب شهوة الانتقام ولكن الأخلاق الحسنة تكبح جماح الشهوات لذلك مكارم الاخلاق مو فقط محاسن الاخلاق اللي تطابق الغريزه لا حتى عندما تخالف الغريزه انت تكون متحلى بمعالي الاخلاق الامام سلام الله عليه يقول واحسن الى من اساء اليك وسلم على من سبك يسبك انت تسلم عليه السيد الوالد رحمه الله في كربلاء كان من دأبه ان يسلم على الناس دأبه هذا حتى على الصغار والكبار فيقول احد اصحاب المحلات انا اعبر من السوق الى الصلاه صلاه الجماعه فكنت اسلم على اصحاب المحلات احدهم كنت اسلم عليه ولا يجيبني انتم شوفوا هاي الحاله عالم يسلم على رجل كاسب مره لا يجيبه المره الثانيه يسلم عليه ويسلم يقول سلمت عليه يوم يومان ثلاثة أيام شهر ولا يجيبني شهريا ثلاثة أشهر أربعة أشهر الأخلاق الحسنة تدل على سعة الروح تدل على ارتفاع الإنسان عن الشهوات وعن الدنيا الدنية ما يهم رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه كانوا يجون هم الأعراب اللي كانوا يجون ويستلقون على بطونهم ينبطحون على بطونهم ويرفعون ارجلهم من الخلف ويقولون يا محمد صلى الله عليه واله حدثنا شوف انت الان لاحظ فد عالم يجون مجموعه عنده وينامون على بطونهم ويرفع رجله من خلف ويلعب برجله يا محمد حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله كان عنده فد مشروع عالمي ما يهم هذا الان هكذا يؤدبه اما اذا ابنك اجى مره ومرتين اذاك واذا بالصفعه على وجهه يعني الانسان غريزته هذه الغرائز الرذائل الاخلاقيه الموجوده في بدنه لم يكبحها فسته اشهر يسلمه على صاحب المحل ولا يجيبه ستة أشهر بعد ستة أشهر هو صاحب المحل أتى إليه يعني مستغرب من هذه الأخلاق الرفيعة اعتذر من قال ستة أشهر تسلم عليه وما تجيبه أنت ما تمل السيد الوالد قال أنا أقوم بوظيفتي فأصبح من أهم مؤيدي السيد في كربلاء أنا ليش؟ لأنه بعين اليقين رأى الأخلاق الرفيعة لدى هذا الرجل وسلم على من سبك واعف عن من ظلمك وأنصف من خاصمك يمكن عندي مخاصمة وياه ولكن خليه أنصفه وإلا الآن تشوف أنه قريبي له مخاصمة مع رجل والحق مع ذاك أنا انحاز الى هذا القريب انصف من خاصمك فكيف بخاصم الاخرين ممن تحبهم هذه الحاله اذا كانت في الانسان قويه يرى الانسان الرفعه الرفعه حقيقه يرى الانسان التالف في المجتمع، التالف في العائله الصغيره مير داماد احد العلماء يذكر في احواله شلون هذه نفس الانسان يجب على الانسان ان يروضها النفس والا النفس تجرب الإنسان الى نار جهنم والعياذ بالله ميردامات في لحظات الاحتضار يقول انا طول حياتي لم امدد قدماي رجلي ما مددتها لماذا؟ لأنه أنا في محضر الله عز وجل. يقول في لحظة الاحتضار تمدد إلى جانب القبلة وقال يا رب لم أمدد رجلي في حياتي قط. هسه يعني من من وقت شعوري يمكن من 15 سنة من 20 سنة أو أكثر. هالفترة 50 سنة أكثر ولكن الآن لأمرك إياي أمدد رجلي. تشوفون الانسان امام ابيه امام امه كيف يصنع؟ السيد العام حفظه الله السيد الصادق ذات مره في قضيه قال انا أربعين سنه لم أتك على وساده عندما اجلس في مجلس ما أتك هكذا في غير المحرمات يضغط الانسان على نفسه حتى هذه النفس يروضها بعد لا تفكر بالمحرمات مو أنها فقط لا تفعل لا تفكر بالمحرمات ذاك يقول أنا كذا سنة من حياتي ما مددت رجلي وهذا يقول أنا أربعين سنة لم أتكع على وسادة أوخر من أو أخر الوسادة أو شوية أبتعد عن الوسادة هكذا على الإنسان أن يصنع والاسوة باخلاق رسول الله، شخص اتى واختم بهذه الروايه الكلام الى رسول الله الى امير المؤمنين سلام الله عليه وقال احصلي اخلاق رسول الله، عدد لي اخلاق رسول الله. امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام قال له انت عدد لي نعم الله. قال ما اقدر. الله عز وجل في القرآن يقول وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل أيضا قال مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ولكنه نعمة الله في الدنيا قليل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ هو الله يقول مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ولكنه بالنسبة إلى خلق رسول الله يقول وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عظيم جرير بن عبد الله أتى الرسول جالس في صلى الله عليه وآله في بيت في غرفة أتى وإذا بالأصحاب امتلأت الغرفة بهم هو أتى وجلس على عتبة الباب رسول الله خلع عباءته وبعثه إلى جرير قال أفرش العباءة واجلس لتجلس على التراب على القاع على عتبة الباب بكى جرير بن عبد الله وبعث به عباءة رسول الله، شوفوا هذا شلون اخلاق عالية، رسول الله حاكم وهو خليفة الله في الأرض هكذا يتواضع يخلع عباءته ويعطيه لرجل عادي عادي من أصحابه وهب لي معالي الأخلاق، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكسب معالي الأخلاق ببركه الصلاه على محمد وال محمد وصلى الله على محمد واله الطاهرين